الجمعيه اللي كنمثلوا رياضه التايكوندو في جهه الشمال، واليوم ان شاء الله جينا باش نمثلوا الجمعيه ديالنا في واحد برنامج ديال اكتشاف المواهب اللي هو ولاد الحومه اللي منظمته المندوبيه ديال وزاره الشباب والرياضه جهه طنجه اسطوان الحسيمه. وحنا جد سعداء بهذا الحضور هذا، والحمد لله كاين بزاف ديال الجمعيات وكاين بزاف ديال المواهب اللي كيبرهنوا على الموهبه ديالهم، والحمد لله هذا الشيء هذا كيشرفنا كرياضيين. كنتمناو دائما هذا الشيء هذا يبقى دائما، باش نشجعوا الابطال الصغار ونشجعوا الاطفال اللي كينحرفوا، باش نشجعوا جميع الناس اللي كتلتجأ للرياضه، نشجعوها وكنموتيفيوها. بالنسبه للتدريب حنا خدينا واحد المده كبيره باش تدربنا، والجمعيه ديالنا حصلت على الرتبه الرابعه وطنيا في عروض التايكواندو. وهاد البادره هادي جات في الطريق بان الاستعدادات ديالنا كانت استعدادات البطوله المغرب، وجات مع اولاد الحومه، يعني عطاتنا واحد الفرصه اننا نبرهنوا الموهبه ديالنا للناس ديال الشمال والمغرب. الطموح ديالنا ان شاء الله نحققوا نتائج مشرفه للوطن ديالنا المغرب العزيز، وان شاء الله نكونوا دائما في الرتبه الاولى.